أن تشجع على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد لتخلد اسم الصحفي اللبناني الراحل سمير قصير الذي دفع حياته ثمنا للدفاع عن تلك القيم بعد أن اغتيل في يونيو عام 2005 في الوقت الذي كان فيه يلعب دورا أساسيا في الانتفاضة اللبنانية ضد التدخلات السورية في الشأن اللبناني. وبعد عام من اغتياله أسس مجموعة من المثقفين مؤسسة سمير قصير والتي تعمل على نشر الثقافة والدفاع عن الحريات الإعلامية، وتعتبر أبرز نشاطاتها جائزة حرية الصحافة التي تمنحها المؤسسة بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي كل عام، وهي الجائزة التي تواجه بعض الانتقادات لإعطائها عرب إسرائيل حق الاشتراك في المسابقة، ما اعتبرته بعض وسائل الإعلام تطبيعا إسرائيل. لم تخلو قائمة الفائزين بجائزة سمير قصير لحرية الصحافة من الصحفيين المصريين إلا عامين فقط، حيث حصل عليها 7 مصريين خلال الدورات التسع الماضية للجائزة، وكان آخرهم الصحفي محمد أبو الغيط الذي حاز على الجائزة هذا العام من فئة المقال متفوقا على 185 منافسا من مختلف الدول العربية.